سمو الأمير راح فيك عبر برنامج كورة. نتكلم تعادل بطعم الفوز والخسارة. خسارة. بسبب؟ بسبب إني لعبت أفضل وضيعني فرص كثيرة. البعض يسأل الروح هذه والجماعية هذه وينها كانت في مباراة نجران؟ يعني شفت مباراة نجران لها ظروفها الخاصة يعني. وأنا ضد التغييرات اللي صارت، أنا ما أحب أتكلم في مدرب سابق ولا شيء، لكن كان فيها تغييرات، ما يعني تغييرات هي اللي يعني غيرت مجرى المباراة. والمدرب القادم يقال أنه مراد ياكين، ممكن من ضمن الخيارات، إن شاء الله يكون من ضمن الخيارات، لأنه أنا صراحة هذا المدرب أبغاه من سنتين يعني مش اليوم. حتى فاوضته آخر مرة مع وقت كنافارو. صحيح، كان رافض يجي بس. والآن أعطاكم رد مبدئي؟ إلى الآن في مفاوضات، إن شاء الله إذا خلصنا معك كلنا بيعرف. من ضمن الخيارات كم مدرب فاوضته؟ 2. هو واحد ثاني؟ إيه. طيب خلينا نطلع موضوع آخر اللي هو نتكلم عن النصر بشكل عام. المشهد النصراوي فيه كثير من الضبابية، الأمور المالية، خذلان أعضاء الشرف كما يقول البعض. لا. وش اللي قاعد يصير؟ لا آسف، ما نقدر نتكلم على أعضاء الشرف نقول خذلان أعضاء الشرف. أعضاء الشرف بالعكس موجودين مع نادي النصر، بعضهم يبتعد بعضهم ما يبتعد. أنت عارف الوضع الاقتصادي في المملكة ما هو يعني السوق الأسهم والأشياء هذه، وأغلبهم رجال أعمال. لكن أعضاء شرفنا حتى لو بالكلمة الزينة أنا أقدر هذا الشيء، لو ما تدفع ما عندي مشكلة، حنا بندبر أمورنا. يعني نادي النصر مر في أشياء أكبر وقدرنا نحلها، ما هي صعبة بالنسبة لنا إن شاء الله. جاك وعود بالدعم الأيام الماضية؟ ما أنظر للوعود أنا، إن شاء الله أعضاء الشرف المحبين بيكون متواجدين. طب جاك دعم؟ إلى الآن لا. خلنا نسأل، ترى الدعم ما بدأ بعد كأس ولي العهد، يعني نحكي الأعضاء الشرف الكبار اللي كانوا يدعمون بمبالغ كبيرة. خليني بسألك على موضوع آخر اللي هو لما ذكرت بعد مباراة النصر والشعلة أن الجوانزو الصيني تعاقد مع موسى سوب 17 مليون يورو أو عفوا الأهلي الإماراتي. أنت قلت 45 الحين بعد. طيب أنت قلت كيف تبغاني أنافس، بينما دائما ترددون أن النصر سينافس على آسيا. خلنا أقول لك شيء، كيف تبغاني أنافس؟ أنا أقول لك ممكن أوصل نهائي كأس آسيا، لكن لما توصل نهائي كأس آسيا عاد تلعب مع فريق مرصع بالنجوم. أنا إن شاء الله إذا وصلنا بإذن الله لدور الثمانية بنحط حيلنا بكل قوة أن نجيب لاعبين ممتازين، كان أجانب أو سعوديين، عشان نحاول نحقق البطولات. تشوف أنه مدرب لا يحسبون هالناس ضعف، أنا أقول لك لا، الحمد لله بي 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 يعني بإذن الله لن أيأس أبدا وعندي هالنجوم. تشوف أنه مدرب قدامه فترة كافية للتأقلم والدخول في أجواء المباريات الآسيوية؟ حتى لو ما قدامه فترة كافية كان التغيير واجب في هذا الوقت. التعاقد ممكن يكون 4 شهور؟ هو 4 شهور مع أي مدرب. ما تخافون يروح عليكم لو بدع؟ كيف؟ ما تخاف يروح عليكم لو بدع؟ بدع وين؟ لو جاكم وحقق نتائج ممتازة. إي بس أنا ما حأحكيلك بالضبط وش بنكتب في العقد يعني. خليني بسألك أخيرا، الأستاذ سلمان المالك رشح نفسه لرئاسة اتحاد القدم. سلمان من خيرة رجال الرياضة السعودية ومن خيرة أعضاء شرف نادي النصر. راح بالتشاور معكم ولا انفرد بنفسه؟ لا بنفسه، احنا نادي النصر ضمن المنظومة يعني، هو صديق لي خاص يعني، ما هو صديق رؤساء أندية كثيرة يعني. نقدر نقول صوت نادي النصر راح يروح لسلمان المالك؟ إلى الآن ما عندنا يعني، باقي لها سنة نقرر إن شاء الله. شكرا.